عشان هيك. وفي كمان سؤال احكي لك اياه، انا سئلته مره، بيقول بعض المتجددين بالعربي يعني المسيح شو راي الكنيسه فيه؟ قلنا لهم الله، قالوا لي انه الدنيا كانت بلا الله لما المسيح كان في التجسد. شو الجواب؟ هي ما في العهد القديم انه الله مش محصور في جسد المسيح، الله موجود في كل مكان مش جسد المسيح. الله روح، والمسيح كان بشكل اوضح كلما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي اكون انا بينهم. احنا بنحكي في الدين في المسيح، المسيح معنا في بروسيا، المسيح معهم في امريكا، وفي بفلسطين، وفي بالاردن. كيف المسيح هون وهون 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 وهون؟ هيك المسيح كان في التجسد، وذلك لا انتقالا او انحصارا مكانيا بل تنازلا الهيا. اعطيك مثال ثاني، هل الشمس تشرق على الارض تطلع حشب حشيش؟ هل كرسي الشمس انحشر بالحشيش؟ لا، كرسي الشمس ما انحصر بالحشيش، اعطى حراره اعطى قوه وطلع الحشيش. هل الروح القدس هو اللي اعطى قوه للتجسد، ولكن ليس انحصار الله او الروح القدس في بطن العذراء اراده الهيه، ليس انتقالا مكانيا او انحصارا مكانيا، بل هو اراده الهيه وبفعل وقوه الروح القدس. الروح القدس يحل عليك، قوه العلي تظللك، والمولود منك يدعى ابن الله بالجسد. عشان هيك المسيح هو الله. المسيح في له بدايتين، بدايه لاهوتيه منذ الازل، في البدء كان الكلمه كان عند الله الها كان الكلمه، به كل شيء كان، بغيره ما كانش ولا شيء. هذه البدايه اللاهوتيه، الذي لا بدايه له اتخذ بدايه. وانت في التجسد، تنازل الهي الى البشر وليس انحصار مكاني. تفضلوا. هلا سؤال، هلا الشيطان هل كان يعرف انه المسيح هو الله المتجسد؟ هو بعيد عن موضوعنا، ارجو نظل في نطاق المعمودية، بس هو انغش، الشيطان نفسه انغش، فكروا انسان عادي، وبالتالي لو كان بيعرف انه هذا عمنايل ما كانش أوشى ليهوذا أنه يسلم، أو لليهود في قتله. على فكرة المعمودية تمثل قبر المسيح، المسيح صالح الطبيعة البشرية مع الله بالقبر، مظبوط؟ هل المعمودية بتيجي مصالحة؟ المعمودية تمثل القبر. احنا المسيح عارف نقدرش ندفن لا في النار ولا في التراب، فاعطانا المعموديه بالماء لانه الماء فيه اكسجين، والولد ممكن يعيش الى فترات في الماء. عشان هيك عماد كل لك عمده مش عارف شو، العماد باليوناني اسمه بابتزماني، بابتزماني معناته المغمر كاملا. يعني إذا قلت في اليوناني لأي واحد كلمة بابتزماني، هو رأسا بيقول لك إنه إشي اندفن تحت التراب تحت النار تحت كذا، هو اندفن. هلا ليش لازم يندفن؟ المسيح كان ثلاث ليالي، بنحط الولد ثلاث مرات في المية، بنطلعه دالة على ثلاث ليالي، عاصم الآب وابن الروح القدس لاهوت كامل، وبيطلع مصالح مع الله. كيف المسيح صالحنا بالقبر؟ إذ دفنتم مع المسيح على شبه موته هكذا تكونون على شبه قيامته أيضا. المسيح عمل مصالحة عامة بالصليب والدفن، وإحنا بنعمل المصالحة الخاصة ولازم نعمل من شان بالمعمودية من الخطية الجدية. هلا هون شو بيقول في إنجيل يوحنا الأصحاح واحد عدد 15، أعطاهم سلطانا أن يكونوا أبناء الله، ما كانش عملهم أبناء الله. يعني المعمودية هي
السلطان اللي أعطانا إياه كثير، بس بنحكي عن المعمودية. السلطان بس أعطاهم سلطان يصيروا أبناء الله، يصيروا إذا قبلوا وإذا آمنوا، بس ما جعلهم مش أبناء الله في فرق. عشان هيك ما بكفي تقول المسيح يتعمد عنا، أعطاك السلطان يتعمد وعمد ابنك منشان تكون مع المسيح. على فكرة الروح القدس هو الحياة منذ الأزل. شو بيقول في التكوين؟ وكان روح الله يرف على الغمر. ماء وروح، الروح هو روح الله، أي هو الروح القدس. المارون كلمة يونانية قديمة تعني بالضبط الشيء المقدس، الشيء الطيب، الريحة الكويسة. ميرون، المارون زي ما قلنا هو الدنيا، هو الحياة، لأن الروح القدس هو الحياة. هلا إذا واحد بده يتعمد بنستدعي الروح القدس، إذا بده يشرب بنستدعي الروح القدس، إذا بدنا نقدس الزيت بنستدعي الروح القدس. عشان هيك المارون هو الروح القدس. الروح القدس كان زمان بالوحي، مثلا في العهد القديم مثلا يقول لك دانيال أوحي إله كذا وكذا. شو لو حاله؟ روح الله، روح القدس. الوحي هو روح القدس. فالعهد القديم كان الروح القدس بالوحي، يعرف الغيب، يكتب إشي عن غيب. يعني لما كتب أشعياء قبل 700 سنة قبل المسيح، العذراء والأحمر وثلاث ابنه، شاف فيش الروح القدس، فيش في الوحي. إذن بدنا نخسر الحديث إنه الروح القدس كان بالعهد القديم عن طريق الوحي. في المسيحية الروح القدس تنقل في عدة مراحل. المهم زي ما قلنا النية مش الأداء. أولا المسيح وضع الروح القدس. ليش احنا نعطي الولد الميرون بعد ما يتعمد فورا؟ لأنه لما طلع المسيح من المعمودية انحضر على الروح القدس، مش بعد 4 سنين ولا 5 ولا 7. المسيح وضع الروح القدس في نهر الأردن. أنا ما حبيش أتوسع، بدي أخليه لشيء ثاني للميرون. التلاميذ حطوا الروح القدس في علية صهيون لما نزل عليهم بشكل ألسنة النارية. هل الروح القدس كان بالحمامة، شكل حمامة؟ ليش؟ رمز للطهارة. لم تكن الحمامة هي الروح القدس بل من خلالها. يعني أنت بدك تدير مي، لازم تكون الماسورة نظيفة، ولا لما تشربها بتسوي أمراض. الحمامة ترمز للطهارة. انسكاب الروح القدس، لم تكن الحمامة هي الروح القدس بل هي الأداء اللي ترمز على الطهارة وكذا. التلاميذ مع العذراء وضعوا الروح القدس في العنصرة في علية صهيون بطريق الألسن من نار. ليش؟ وين؟ على الراس. كان الروح القدس بشرطنهم كهنة إلى كل ما تحت السماء بشكل لسان، عشان العقل هو الرئاسي، هو الآمر، استقر على رؤوسهم. وكانوا بدهم يعلموا الناس باللسان بالكلمة، عشان هيك أجا بشكل لسان. ولا اللسان كان الروح القدس بن من خلاله، الروح القدس كان من خلاله. التلاميذ بعد المسيح كان يحط الروح القدس بوضع اليد، يحط الروح القدس بوضع اليد. هل احنا قلنا انه المعمودية تسوي مصالحة وليس مسيحية؟ تحيل أعمال الرسل 8 والله. كان إذا بدك نظرة خليها ليها. لما طلعوا كان وضع اليد زي ما قلنا، الرسل استعملوا وضع اليد. لما نزل فيلبس هذه راحت، هذه راحت لها كثير، هذه راحت صح 8
لما نزل على السامرة اللي هي منطقة نابلس علموا وكرزوا بالمسيح واعتمدوا، بعثوا للرسل في القدس. هذول الناس اعتمدوا مسيحيين، قالوا لا استنوا شوي، شو سووا؟ اسمع ما هو الكلام بده شرح. ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا اللذين لما نزلا صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معمدين باسم الرب يسوع. في فرق بين الروح القدس اللي محل خطية للخطية الجدية، وبين الروح القدس اللي بيعطيك تكون مسيحي. هذا كان في أول الرسل، تحين رسالة يوحنا الأولى، رسالة يوحنا الأولى عدد 2، لما تكاثر عدد المؤمنين والخوارنة والناس صاروا يعمل الرسل المرون بتقديس 72 نوع من الأعشاب العطرية وبخور ونبيذ وزيت وبيصلوا عليه مدة طويلة يعني. وهذا الميرون ما كان بيعملوا حدا من الخوارنة ولا اليوم، الميرون بنعمل لليوم في البطرقية المسكونية في القسطنطينية في اسطنبول اليوم، وبيروح من كل بطريركية مندوب مطران إذا معه شماس يساعده، وعملوا المارون بطريقة طبخوا مع بعض وبالصلوات، بعدين بوزعوه على الكنائس والكنيسة بتقول ختم موهبة روح القدس آمين. هذا البرنامج صار في زمن الرسل، صار في زمن الرسل، ظل هذا الكلام لم يتغير إلى اليوم. هلأ إحنا الخوارنة في الرتب، شو في فرق بين الرتب الأساسية في الدين؟ ثلاث: شماس خادم للخوري بيساعده، خوري بيعمل كليل معمودية، جناز تقدس زيت مش ميرون. الميرون احنا ممنوع علينا شغلتين كرجال دين، ممنوع نعمل مارون وممنوع نرسم خوري الخوارنة. هذا اختصاص رسولي يعمل لحد اليوم في البطرقية المسكونية، يوزع على الكنائس واحنا ماشيين عليه. اسمع انه تغير في زمن الرسل. هذا الكلام بيقول: ايها الاولاد، هي الساعة الاخيرة، وكما سمعتم ان ضد المسيح يأتي، قد صار الان الضاد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم ان الساعة الاخيرة، يعني في ناس بيقول لك بيجي المسيح الكذاب، لا لا لا، مسحاء كثير وفي الارض كثير. احنا عندنا اليوم معليش مجبرين نوضح شوي، 20,000 طائفة مشتقات البروتستانت،